كل يوم وكل شوية في أحداث مختلفة بتحصل في العالمين، فخلونا دلوقتي نعرف آخر التفاصيل للفعاليات وكواليس مهرجان العالمين من جمانة ماهر اللي معانا دلوقتي. مساء الفل عليك يا جمانة. مساء الخير عليك يا بسنت، ومساء الخير على كل مشاهدين القناة الأولى في كل مكان. طبعا احنا معاكم دلوقتي من مدينة العالمين وتغطية خاصة لفعاليات المهرجان في نسخته الثانية. انا دلوقتي معاكي يا بسنت من على ممشى مدينة العالمين او والاكستنشن الجديد او الامتداد كمان الجديد لممشى مدينة العالمين. وحقيقة في تواجد قوي جدا والحقيقه يعني تواجد كمان محترم من قبل المصيفين، في ناس كتير هنا موجوده، عائلات كتير موجوده واسر موجوده. لكن خليني اتكلم معاكي بقى على تفاصيل امبارح يا بسنت. امبارح طبعا كان في حفله النجم تامر حسني، والحقيقه الحفله كانت يعني مش قادره احكي لك. اولا في ما شاء الله اقبال كبير جدا 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 على الحفله، كان في ناس كتير جدا، الطريق حتى ليها برغم التنظيم الكبير اللي كان موجود الا انه الطريق بالفعل كان يعني كان زحمه الى حد كبير. حتى جوه المسرح كان الدنيا كانت زحمه جدا، وكان في اقبال كبير جدا من كل محبين الفنان تامر حسني. الحفله بقى نفسها زي ما شفنا مسرح يو ارينا والشاشات الموجوده وتجهيز مسرح يو ارينا، الحقيقه تجهيز يعني عالمي فعلا وبأعلى جودة ممكن تكون موجودة. ويمكن اتكلمنا قبل كده حتى عن كل المعايير اللي تم تجهيزها في او تم الاعتناء بيها في مسرح اليو ارينا. وشفناها امبارح بقى كمان في حفله زي حفله تامر حسني اللي بيعتمد دايما على الدانسرز وعلى الشوز وعلى الفاير وركس الضخمه اللي كانت موجوده. بس انتوا شفنا حتى في السكرينز يمكن الماتيريال او الحاجات اللي كانت بتتعرض طول الوقت على السكرينز وتامر على الستيج. شفت حتى المواهب اللي هو كان حريص ان هو يظهرها مع المسرح، مواهب كتير جدا في حاجات كتير جدا، في غنى، في موديلينج، في عزف، كان حريص جدا ان هو يكون في مواهب كتير جديده. طب ايه الجديد السنه دي يا جمانه؟ يعني احنا متعودين على تامر حسني ان هو كل سنه بيقدم لنا حاجه مختلفه في كل حفله، عنده كده كرياتيفيتي رهيبه في اختياره حتى ل صحيح الميوزيكال، بيعمل ميوزيكال. فاحكي لنا السنه دي كان ايه مختلف؟ طبعا احنا شفنا الانترنس او اول اغنيه دخل بيها الفنان تامر حسني، وكان في شو فعلا موجود على المسرح. بعد كده شفنا فاير وركس، كل مره الحقيقه بيبهرنا بفاير وركس اكبر من الشو اللي قبلها واكبر من الحفله اللي قبلها. ده غير بقى يا باسانت ال 3 دي مابينج اللي كان موجود على المسرح، ودي اول مره على اي مسرح عربي التاك دي ما اتعملتش قبل كده في اي او على اي مسرح عربي. دي الشاشات، ده شكل الشاشات ال 3 دي مابينج، ده كان شكل الشاشات اللي كانت موجودة على المسرح. وطبعا اللي ساعد حتى على انه الـ 3D mapping انه يتم بالشكل ده التجهيز اصلا لمسرح يو ارينا وللشاشات اللي موجودة على اليو ارينا. لو تابعتي كمان تامر حسني بسنت غنى اغنية جديدة امبارح لأول مرة على المسرح، اغنية يا نهار ابيض، اغنية حلوة جدا. انا بصراحة يعني ما عرفتش اتابع اللي بيحصل في الحفلة نفسها عشان انا هنا، فانا بسألك وانت تقولي لي يعني ايه اللي حصل، قولي لنا اغنية يا نهار ابيض. يا نهار ابيض عاملة مش انا حكيت لك؟ لا ما حكيتيش، لا لا ما حكيتيش، ما حكيتيش، معقولة؟ لا انا ممكن اغنيها لك، معاكي وقت؟ يلا معانا، يلا غني. يا نهار ابيض ايه اللي حصل فيها؟ ممكن اقول لك مقطع من، قولي يلا معايا. يا نهار ابيض على التوليفة، ضحكتك على القلب خفيفة، انت ماشي ازاي كده عادي؟ ده الاصول تمشي بتشريفة. يا الله، انا مش هحرق لك اكتر من كده. يا نهار ابيض حلو، صدقتي انها يا نهار ابيض. يا نهار ابيض، انا ممكن اكمل لو عايزة عادي. لا يعني يعني اتبسطت بجانب الاغنية دي. كان في مواهب زي ما قلت لك كتير، كان في بنت كمان عمل لها سيربرايز لعيد ميلادها، مفاجاه عشان عيد ميلادها. ما تحرقيش ما تحرقيش الحته دي لان دي من الحاجات اللطيفه قوي قوي، يعني هنقولها بقى بالتفصيل النهارده خلال الحلقه. لا ما انا مش هقول لك ايه اللي حصل، انا مش هقول لك ايه اللي حصل. أيوة. انا مش هقول لك ايه اللي حصل، انت هتشوفي اللي حصل، هنشوف مع دي بعض. بس دي جزء من المفاجاه بالظبط، الباقي انتوا هتشوفوه، لانه اللي انا بحكيه غير لما تشوفوه فعلا على ارض الواقع او تشوفوا حتى الفوتو
الفوتج او تصويره. كمان الفكره ان التفاعل تامر كالعاده مع الجمهور كان قوي جدا، وفي وقت من الاوقات نزل بالفعل وقف مع الجمهور تحت، وفي طفله صغيره كانت بتغني معاه. يعني طول الوقت تامر بينتراكت مع جمهوره، بيتفاعل مع جمهوره بشكل كبير جدا. يا باسانت الجمهور بيحس بعلاقه، مش فكره علاقه فنان وجمهوره، اعتقد ان علاقه تامر بجمهوره اكبر من كده، ويعني مختلفه الى حد كبير. عشان كده تامر طول الوقت هو حريص ان هو يكون بيقدم الجديد على المسرح عشان خاطر جمهوره، ان هو يكون على تواصل معاهم، وده اللي حصل فعلا على مسرح اليو ارينا امبارح. كان في تنظيم كبير جدا، كان في اهتمام بكل التفاصيل حقيقه يا باسانت. انا عاجبني برضو السكرينز قوي زي ما انت قلتي يا جمانة، يعني سكرينز فعلا كمان عامله فيجوالز لطيفه قوي. احنا بنشكرك يا جمانة، واكيد هنرجع لك تاني كمان شويه عشان تحكي لنا بقى اكتر يمكن عن حفله امبارح، وتحكي لنا عن اجواء النهارده. انا سامعه ان النهارده كمان التحضيرات يعني خطيره، فهنعرف اكيد كل حاجه بالتفصيل. بشكرك يا جمانة. مفاجآت طبعا اكيد.